السلام عليكم البنات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا في احسن الاحوال. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله جاي جانا واحد الصديق ديال الزوج ديالي اللي صراحه كان تعرض على غفله، حتى جيت البارح من الاسبوع راجلي معيط ليا الو غيجي عندنا فلان. المهم تصرفت بداكشي اللي كاين الحمد لله، يعني كان عندي هكا الحبرات شفت العجا، يعني من الاول وجدت المريقه ديال البسطيله، مع كانت عندي الورقه كنت يلاه شاريه واحد الساشي كنت بغيت نصايب بها بريوات ونحطهم في الفريغو دجاج ساعه ما كتبش. سبحان الله قضيت بها واحد البسيطله وهكا، ودرت اللحم يعني عادي برقيقات ومشيميشات. الخبز كان عندي حتى هو في الفريغو صراحه قضيت بلي كاين. مهم انا غنشارك معكم يعني شنو وجدت وشنو حضرت، وعطيوني الراي ديالكم يعني واش كان داكشي في المستوى ولا لا. وكنتمنى لا فيديونا الاعجاب ديالكم، خليكم معايا. دابا البنات دزت نوجد هكا الحشوه ديال البسطيله، غندير ان شاء الله بسطيلات صغارين. يعني هذا السيد ايراني اول مره غيجي عندنا، بغيت نوجد ليه يعني شي حاجه مغربيه. هنايا عندي الحبره ديال الدجاج ديجا يعني مرقده في الحامض وداك الشيء، دابا غنديرهم في الكوكوط. هنايا درت البصله ودرت هذا الزيت، هذا بلاندد اويل، هذه مخلطه بين زيت الروميه بلدية، فيها 25% بلدية كنخدها في دو ريستورون ديبو. هذيك الورقة ديال البسطيلة جبتها باش تطلق. دابا يتقلى ليا مزيان اللحم مع البصلة والزيت، ومن بعد غنزيد المكونات الأخرى. هنا كيما كتشوفو في الربيع هنايا العديدات الخضرا صافي. دابا غادي نخلط وندير ليها شويه الماء ونقفلها حتى تبقى الدجاج مهبطو، ونخلي المريقه تشرب باش نزيد ليها البيض كيما كتعرف. صراحة هاد العرابة جاتني على حنا مكنت ليش على البال، راه تاعي طلي قاليا راه كاين. ايوا الحمد لله يعني كان عندي هكا هاد الدجاج يعني في الثلاجة، كان عندي حويجات يعني الحمد لله واجدين. بعدا بديت المريقة في الليل، ديما انا هاد المرقة ديال الطايلة و هادشي كنوجدو ليلة قبل باش غدا كنخدم على خاطري. صافا غندير غير شوية د الما الدجاج كيما كتعرف باغي كيطيب، وصافي فاش يطيب نتلاقاوه. هنايا دزت نحمر هذاك اللوز اللي غادي نرافق به البسيطلات الصغيرين، وانا غندير واحد الربعة صغارين ولا داكشي اللي خرجت ليا هذاك الدجاج غنديرو. المهم حيت انا مجيش عندي الناس بزاف، غير واحد السيد وحدي صاحب راجلي، يعني داكشي خفيف ظريف ديال ثلاثة ديال الناس. وهنايا المريقة اللي كنت وجدت البارح في الليل، هنا دابا صافي غنحيد لهاد العويدات القرفه وغنزيد عليها البيض والعسل. كاين اللي كيدير السكر، انا غندير العسل الحر. وهنايا الحيمه غندير طبق ديال اللحم والبرقوق بطبيعه الحال كما كتعرفوا الطبق المغربي. صافي دابا راه خويت هادي وحطيتها، ودابا غادي نجيب المكسر. المهم هانتوما معايا، هنا كما كتشوفوا بعد ما يعني المريقه ديالي تشربات مزيان، دابا هنايا درت سبعه ديال البيضات غادي نقربهم مزيان. هنايا كما كتشوفوا اول حاجه غندير العسل حيت هذه البسطيله حلوه اكيد، غندير هنا شويه في المرقه تقريبا واحد ثلاثه د المعالقات. الناس كاين كيدير السكر كيبقى لكم الاختيار. ها
انا كنستغني على السكر وكندير بلاصتو العسل. ومازال غندير شويه مع اللوز باش تجيني هي هذيك. صافي هنا غنرمي هاد البيض اللي خلط هذوك السبعه البيضات. صافي وكل خطره غنبقى نحرك هكا بشويه بشويه حتى كتنشف لكم من الماء وهذاك البيض كيطيب مزيان. المهم كتبقاو كل خطره تجيو تحركوها بحال هكا. دابا على بركه الله غادي ندوز باش نوجد الطبق الاخر اللي هو اللحم. غادي نشلط البصله صغيره نشلطها ونطلقاو. هنا درت ان شاء الله باش غادي نوجد اللحمه ديالي. هنايا درت البصله غنزيد عليها الزيت البلديه. هنا اللحمه ديالي هنايا الملج. المهم كديروا اللحم اللي بغيتو. هذا كله الطرف كامل مع بعضو. دابا غادي نخليها تشحر مزيان مع هذيك الزويته وان شاء الله شويه عاد غنحك عليها الثومه ونعاود نشحرها فيها مزيان عاد ندير المقادير. هنا كما كتشوفوا هذه راه غاده غنبقى نحركها خطره على خطره. هنا هذيك اللحيمه اللي طيبت في الليل الدجاج غادي نفرتو غير هكا بيدي. ما غاديش نقطعو الا بمسله والو. المهم هكا بنفس الطريقة تنساليه. هنايا فرشت الورقة كنت غنديرهم بسيتلات صغيورين ولكن صراحة ما قدنيش الوقت حتى بديت كنعمرهم صغيورين وانا ندير بلاش. صافي حيت مبقى ليش الوقت قررت غندير طايله كبيره مجموعه وفرشت الوريقات ديالي. راه فايت لي وجد لا فيديو معكم من الاول حتى التالي. هنايا غندير مع الشرموله اللي كتبقى على الدجاج مع البيض. هنايا اللوز مع شويه ديال ماء الزهر شويه ديال الكوزه محكوكه وشويه ديال السكر سنيده. ودابا غادي نجمعها. دابا بعد ما جمعت البسطيله ديالي وقلبتها صافي دابا كندهنها هكا بشويه ديال الزبده وشغلت الفرن على درجه الحراره 400 درجه. ودابا غادي نديرها طيب. هنا جيت نحضر الطاوله ديالي ديال الاكل.
وجدت الطبيله ديالي كما كتشوفوا دريلي تاتاي باقي ما عمرتوش، غير كنحطو هكا في الاول هنايا الحليوه، ومنها الحليوه الطريسل ديالي اللي كنت جبت معايا البارح حطيتو باسكو ما كليتوش اللي كنت جبت من الصبوع. المهم هنايا حطيت هكايا مكسرات بيستاج، اللوز هذا خاصني نمشي نعمرو، داكشي هادشي ديجا كيكون عندي ديما في الطبله. هنا شويه الزبيب، المهم اللي كان هذاك الشيء ديال المجففات، مشي مشات كيويات، هنايا واحد شويه ديال المقروط. المهم وهنايا واحد جوج كراسه بغيت نوريهم لكم، كنت زدتهم للصالون كبرتو شويه. المهم خديتهم فاتحين باش يفتحوا لي الصالون، يعني هكا لربما هكا حيت يكون الناس بزاف يعني الانسان يتوسع، ومنها فتحوا الصالون باسكو يعني انا ديجا دايره الواده في البياض طبي فيها البهج وهذا. هنا الطبيله ديالي كما كتشوفوا رانا وجدتها، حطيت الماء هكا الفرشطات الكيسان ديال العصير والليموناضة، وهنايا البسطيله راه كنحمرها في الفراج. هنايا خبز وسلقتهم على غيكم مع شويه ديال الرز، هنا كنمشي مشات اللي عسلت المريقه. المهم دابا كلشي واجد، قالي غير نمشي نلبس حويجاتي وانا معاكم. هنايا وجدت الطبق الاول، انا عيط ليهم البسطيله ديالي. No, of course. Yeah. For the first time? Yeah, exactly. Okay, so welcome. This is with chicken and almond. And honey. Honey, yeah, so yeah, I can smell the. Yes. I wish you like it. Yeah. You can taste and tell me your opinion. Of course, yeah. She lives here. She was born in this town here. This one, Erich, that's the place where she got burned. Oh, yeah. She born here. Mm-hmm. I put our last picture on Instagram. I don't know, you have Instagram? Think that I can't move. It's gonna be the last one for now. You can turn it off. Oh, while it's navigating? Yes, in Ramadan, especially. Who use it? In Ramadan. Allah, la ilaha illahu Allah, hayyul ghayyum. We also, I used to memorize this one. Mm-hmm. Yeah. But not Rav. Ma khalfahum.
حتى لهنا البنات كان لا فيديو ديالنا، يعني حاولت نشارك معكم كما سبق لي قلت لكم، يعني الحويجات اللي درت بساطين، ماشي شي حاجة اللي كتيرة، خاصة هو ماشي مغربي، إيراني. حاولت نوجد ليه هكا شي حاجة اللي مغربية أصيلة. الحمد لله أن الأكل عجبو، هذا هو المهم. وجدت ليه شي حاجة اللي ما سبق ليش وجدتها قبل، يعني هو يعني ما كانش واكلها قبل، هذا هو الأساس. وكنقول لكم تصبحوا على خير، وما تنسوش تدعموني وتبارطاجيو لا فيديو مع الاحباب والاصدقاء. وانا ام سو تايرد، عييت وباقي تبعني لالا مولاتي الكوزينه، غنمشي نجمعها ونمشي نعس ونشوفكم على خير.